أميرة الجمال، واش راكم؟ هذه غيبة. اليوم راح نديرو تسريحة للشعر، فيه لماش ومحروق بل بزاف كيما راكم تشوفوا. دار دماش وتقابي مشعرها، وكاين بلايص راح فيهم مفتتة. هنا درنا ان بروشينغ نورمال، ومن بعد درنا ان غوفغ خفيف. راكم تعرفوا كامل الغوفغ يعني نديرو تكسير للشعر. كيما راكم تشوفوا راني سيباري في الشعر لي كوتي وحدهم. هنا اولي نروح ندير لها اكستنسيون، ما كاش اكستنسيون في هذا اللون، راح نسيي نخدم لها بلو فيلي ولا بالشبكه. شوفوا كيف راني سيباري، راح نسيباري الوراء الى ثلاث اجزاء متساويه. راح ندير لها كوت شيفال تما نحكمه، ما بغيتش ندير لها طالع بزاف باسكو عندها تصديره باش ما يغبنهاش في اللبسه. راح نجيب لاستيك فيه زوج مساسيك، نبيكي واحد ونبقى ندور، ومن بعد وين ما يتزير لي كوت شيفال نعاود نبيكي الزاوج. شوفوا راح نبلاصي لا توف هنايا، جبت اون توف كحله وراني نركب فيها بالمساسيك مفتوحين، نزير فيها بيان باش ما تبوجيلاش. البنات اللي حابين يتعلموا مزيد من الحلاقه والتجميل، قناتي فيها بزاف مواضيع وبزاف صوالح يستفادوا منهم المبتدئات والغير المبتدئات. راح نخلي لها قد لاماش، قيس لاماش باسكو لاماش ثاني شويه مفته مكسره في الامام، والباقي نديرو لها كامل كريباج و ان بو بومبي. خسروا لها شعرها بصح تاني اللي ما ياخذش الراي كارثه. شوفوا سي باليت ودرت زيكزاك خفيف منه خفيف منه باش يجي شويه مفلوتي. شوفوا البنات راح نكريبي وحده بوحده كريباج خفيف. شوفوا ونظف الشعر نتاعي بلا لاك. شوفوا انا نظفه بلا لاك خفيف خفيف خفيف. بعد انا جبت سلاك عينيه شويه متوسعين باه يعطيني شويه تغسيل في الخصله. شوفوا راني فيني فيها دروك، راح نغلق عليها كي نكمل. درت خوصه الخفيفه باسكو يكون خصل بزاف عندها شعر مكسر من اللي ماش بزاف، من بعد يتشبشب لها ويتنشف لها، ما حبيتش التخصيل يبان. شوفوا هذه لاسيغ كوافونت اللي دائما تسقسوني عليها، تجي مدسمه كيما راكم تشوفوا، تنحي لنا هذاك التشعطيط، تيسي تهبط لنا الشعر الجاف والشعر اللي فوخشي. شوفوا ديت خوصله، درت لها شويه تاع لاسيغ شويه تاع لاك، وراني نقي فيها بالسلاك ولا بالمشط، وراح نخص الخوص الخفيفة أيضا ما نكترش لأنه شعرها راه جاف ومكسر في بلايس بالذات لي بوينت راحوا كاع. راح نغلق عليه كيما راكم تشوفوا، نعاود نجيب الخصلة اللي تحتها، ومن بعد اللي تحتها ندير نفس العملية حتى في الجهة الأخرى. كي نكمل منها نروح للجهة الأخرى. شوفوا انفيكسي ونسيي نخصله باه يبان شباب. شوفوا لي في كون جا شعرها طويل نقدر ندير لها تسريحه واحده اخرى شابه على هذه، مي للاسف الحل الوحيد وما عنديش اكستنسيون في اللون هدايا. شوفوا نفس الشيء درتو في الجهه الاخرى. دروك شنو راح نجيب؟ راح نجيب الفيلي شبكه يتباعوها عند لي كوزميتيك هادو البنات، نجيب معاه مساك مغلق راح نقفل عليها. شوفوا وراح ندي يعني خصله من هذوك الخصل. شوفوا هنايا راح نوريه لكم، شوفوا كيف راه مكسر ومفتت واجزاء يعني موش طول واحد. البنات باه نتحكم فيه وندير زعما غاماسي شباب ما نقدرش. شوفوا شوفوا كل وحده وطولها، ما تشوفوش هو ملموم. جبت شبكه سوداء راح نغلق على شبكه ايضا على الشعر. شوفوا هنا في الاول كنت بندير واحد لا تكنيك باه يجي شينيون بزاف مشرجي، ومن بعد شفت بلي لي بوينت التحت جايين شغل مكسرين بزاف مي فينوليش الخدمه. راح نعاود نفتح هذوك، تشوفوا البنات راح نعاود نفتح كامل الخدمه ونديرها بشبكه سامبل كيما كنت نخدم سيستم الاول كاع. هنا جو غادي نفتحها كي الورده خفيفه ونفيكسيها، يعني ندير حاجه اللي تعطيني منظر شباب ماشي منظر بشع. ما تحصلوا ما والو. اون بليس دو سا كي تكون تصدر
الشبكه ولا لو فيلي هذا ما يخليش الشعر يخرج ويتشنشف، يعني حل مليح بالبزاف. وراني نفيكسي بلي زانفيزيبل ونسي نخصله ندير له شكل ولاكي. للاسف هنا ما انتبهت بلي الكاميرا يعني راها بعيده، نعطيها شكل كامل في النهايه راح تشوفوا كيف خرج الشينيا. شوفوا والفيلي في حاجه شابه ما يبانش، جاي ترانسبارون. وراني لاكي نعطيها في شكل، راح نجيب خصله هنايا تاني وندير لها شبكه. بيان سور كل خصله ندير لها شبكه وحدها. حبيت نخدم تاني بديك لا تكنيك في لي كوتي مي ما استقطليش باسكو علاه لي بوينت بزاف بزاف فارغين لتحت. شوف راح نغلق تاني الشعر باش ما يخرج ليش من الشبكه، بغيت نعكسها ونعاود نهبطها مي دروك راح نعمرها ديريكت. يعني وين ما عندي فارغ راح نمشي الشعره ولا الخصله ولا الشبكه نتاعي. شوفوا بغيت نخدمها بلا تكنيك مقلوبه باه يجيني الشعر معمر لي لا كوافور بالبزاف كيما راكم تشوفوا، بصح ما يكملليش حتى لتحت باسكو ما عنديش الشعر بزاف. وكون نرقق الخصل يبدا يبان الفيت في الفيلي. بزاف اللي يخدموها في التصاور تبان لكم شابه، بصح اللي يقربوا لها ويشوفوها يبان الفيلي فيد. ما نقدرش نخدم هذيك الخدمه. وكون جا عندي اكستنسيون في نفس لون شعرها كون درتها لها. هنا راح نفتح الخدمه هذه كامل وراح نعاودها لبنات لاني ماني ساتيسفات بها نهائيا. شوفوا راح نخرج الشعره من لو فيلي، واش ندير نعاود نمشطها نسلكها باه نقدر نتحكم فيها من جديد. شوفوا نظفتها، شوفوا مشطها كامل، نعاود نردها الفيلي ديالها ونعمر وين راهو لو فيد. وراني نخدم بمساسيك مغلوقين هنا البنات ماشي مفتوحين باه لو فيلي ما يتحلش وما يبوجيش. شوفوا وجا شباب وكلاس وسامبل، خاصها غير اكسسوارات. راني نفيكسي بالمساسيك البنات ونعطي له في شكل، يعني الشكل اللي ساعدني وما يبقاش الفيد يبان ولا توف تبان. يعني تكوني مبتدئه ولا ماشي مبتدئه تقدري ديريه، ويعاون بزاف في التصديره وبالذات اللي يديروا الشده ما يخسرش لو فيلي. بار كونتر كنت تخدمي بالشعر ديريكت يخسر بالبزاف. شوفوا لي في كم تشوفوا تالمون لي بوينت فارغين الفيلي تحت كي راهو فيد، علاه ما نقدرش نخدم هذيك لا تكنيك ما تخرج الشباب بالبزاف. شوفوا هكايا وسامبل وشباب. راني مفيكسي دوك نقسم هادوما اللي بقاو لي، راح شبكة نحطها تحت خدها وين راها الخصلة. شوفوا وراح نغلق على الشعرة كامل بمسك ونعود نعمر وين راهو عندي انفيد نعمر. شوفوا لي في شوفوا لي مش يعني في الفيديو راهم يبانو شابين، تشوفوا في الواقع جريمة مجزرة. كمان طلعنا لها انشينيون من والو خير من نخلوها تروح بشعرها كاريتي. وبالك شتوني طلعتها في ستوري في الانستغرام شعرها كيف رجعوه لها كيف فتوه لها كيف هدو لها البروتين وخلي لها لاكروت في لاغاسين. وراني نفيكسي بلا لاك بقات الاخيرة راح نزيدها نديرها في شبكة واحدة. عروستنا هنا مسكينة ضربها الريح، انا عرايس كامل يجوا عندي ضربهم الريح ولا لي زونجين. اوروزمون كاين دو نيسيو نعطوهم يعني الدواء يعاونهم شويه.
الفيلي الاخير. رانا في المولد النبوي، راكم تسمعوا في المفرقعات ولا كيف يقولوا لهم، عم دايرين حاله. دونك انفيكسي وين راه لو فيد، نتحكم في الخصلان تاعي البنات. وهنايا تقدروا تشبعوه بالاكسسوارات، يبان شباب بالبزاف. لي كوافور جينيرالمون يبغوا الاكسسوارات. شوفوا راح نغلق الخصلة هذيك اللي بقات لي في الاخير، نغلق بها لانها شوفوا خفيفة بزاف، ما تقدروش تتحكموا فيها. شوفوا البنات، دونك هنا كملت، تبقى لي لاماش راح نخدمها باللي شغل، ندير لها اوندولي ومن بعد نمشطها. دونك هذوك البيبي هير اللي بقاو كامل لصقهم في الشعر يعني بلا لاك. جبت لي شوق نتاعي كيما راكم تشوفوا البنات، كسر لي غاسين والاوندولي. شعرها هنا راه كارثه يا البنات، مفتت لقدام ويابس حطبه. شوف دوك نوريكم كيفاه راح نفتحوهم، تقدروا تخلوهم اوندولي. واللي عجبها الفيديو ما تنساش دير نجم. شوفوا البنات كيفاه خرجت لا كوافور في الاخير، ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. وفريمون تسلككم كي يكون الشعر محروق، بصح ما تنساوش تكوفريو الشعر قبل، وما تنساوش ديروا ابوني باه يوصلكم كل ما هو جديد في الحلاقه والتجميل من عند خوتكم كوكي بوتي ولايه تيارت. مرحبا بكم جميعا.